بسم الله، هنشوف مع بعض ازاي نعمل هاتش او تظليل. يعني ممكن يكون في سيركل معينة او في اي شكل معين عايز اضيف ليه تظليل، فبختار الشكل واجي هنا على هاتش الرمز دوت، بدوس عليه فبيقول لي انت عايز تعمل ايه، سوليد اخليك الدايرة بالشكل دوت، ولا ادوس كنترول زد، ولا انت عايز تعمل هاتش باترن، ويبدأ يعرض لي الباترن اللي موجودة وانت تختار الشكل اللي يناسبك او يناسب الدايرة اللي موجودة. تمام، يعني خلينا نختار الشكل دوت. بيقول لي انت عايز سكيل كام والانجل كام، السكيل بتاعه ممكن نكون احنا عايزين نصغره مثلا، الانجل الزاوية بتاعتي ممكن تخليه مايل مثلا. تمام، بالشكل دوت. تمام، فده الهاتش باختصار زي ما احنا شايفين، سهل وبسيط في برنامج كيوكيد. طيب ممكن اقول له انا عايز اكتب تكست، فاجي هنا على التكست بيطلع لي المربع الحواري دوت، بيقول لي انت عايز تكتب بالخط ايه، الارتفاع عايز الخط بولد ولا اتليك، خلينا نكتب اي حاجة وليكن مثلا هلو ورلد. تمام، او ممكن تقول له انا عايزها بولد ايتاليك مايله، عايز تاخد زاويه، عايز المكبب بتاعه مثلا لما اجي امسكه من الناحيه دي المحاذاه، يعني ده فرض ان انا كاتب كذا كلمه ورا بعض. تمام، اقول له اوكي واحط التكست بتاعي زي ما انا عايز اهو. ممكن تدوس عليه مرتين يفتح تاني وتقدر تشتغل معاه، تعدي فيه زي ما انت عايز. انا ممكن ادوس عليه مرتين واقول له انا عايز المكبب بتاعه يبقى من الناحيه دي، والماسك والمحاذاه بتاعته طبعا هتبقى برضه نفس الفكره. تمام، فده الكتابات في برنامج الكيوكات. طبعا كتابه صغيره خالص، فاقول له انا عايز الارتفاع بتاعه مثلا 100. تمام، هلو وورلد. تمام، طيب لو انا عايز اعمل بلوك بين هالو وورلد والدايره ديت، اعلم على الاثنين واجي هنا على البلوك. تمام، واحدد كده انا قلت له بلوك كرييت. تمام، هيقول لي انت عايز تسميها ايه، اقول له مثلا هاي واقول له اوكي. تمام، خلاص كده بقى عندي بلوكه اقدر احركهم الاثنين مع بعض، والاثنين واخدين نفس الخصائص. ولما اجي ابص على البروبرتيز بتاعتهم البلوك ممكن احدد الليار الكالر الحاجات دي من هنا.